السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة أبو آزر التعليمية، مرحبا بكم في سلسلة جديدة من سلسلة الحصص التي تقدمها القناة. هذه المرة سنكون مع تصحيح الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي دورة يونيو 2019 الخاص بجهة بني ملال خنيفرة. إذا سنقوم بتقسيم هذا الامتحان إلى جزئين، سنصحح التمرين الأول والتمرين الثاني على أساس الجزء الثاني سيكون مخصص لتصحيح الجزء التمرين الثالث والتمرين الرابع. إذا نبدأ بالتمرين الأول. إذا هنا قلنا الامتحان الجهوي 2019 الجهة بني ملال خنيفرة، سنقوم بتصحيح التمرين الأول والتمرين الثاني. هناك أربعة تمارين، سنقوم بتصحيح التمرين الأول ثم التمرين الثاني على أساس تصحيح التمرين الثالث والرابع في الجزء الثاني. نبدأ بالتمرين الأول، كتابة التمرين الأول. إذا التمرين الأول حل المعادلات التالية. إذا أولا يبدأ بحل المعادلات التالية، حل المعادلات التالية. إذن المعادلة الأولى 4x ناقص تساوي 9 ناقص x. المعادلة الثانية x ناقص 2 x ناقص 2 عامل x زائد 3 تساوي 0. المعادلة الأخرى x كاري ناقص 5x، x كاري ناقص 5x تساوي 0. إذا هذا التمرين، إذا التمرين الأول فيه السؤال الأول ثم السؤال الثاني حل المتراجحة. ثلاثة إكس زائد ثلاثة، ثلاثة إكس زائد ثلاثة أكبر من اثنان إكس ناقص خمسة. ثالثا حل النظمة، حل النظمة إكس زائد اثنان إيكغيك، إكس زائد اثنان إيكغيك تساوي أربعة، إكس زائد إيكغيك تساوي صفر، إكس زائد إيكغيك تساوي صفر. إذا نبدأ بحل الأول، إذا نحل التمرين الأول ثم نكتب التمرين الثاني. إذا المعادلة عندنا أولا، إذا عندنا x 4x تساوي 9 ناقص x، يعني أن 4x زائد x لما ناقص 7 زائد x تساوي 9، يعني أن 5x تساوي 9، وبالتالي نستلزم أن x تساوي 9 على 5. إذن حل المعادلة هو x تساوي 9 على 5. إذن المعادلة تقول S هي x تساوي 9 على 5، يعني 9 على 5. ثانية x ناقص 2 عامل x زائد 3 تساوي 0، يعني أن عندنا x ناقص 2 تساوي 0، أو عندنا x زائد 3 تساوي 0. هنا x تساوي 2 أو x تساوي ناقص 3. إذا مجموعة الحلول هي S، إذا مجموعة الحلول هي 2 وناقص 3، إذا x تساوي 2 و x تساوي ناقص 3. بالنسبة للمعادلة الأخرى
إذا إكس مربع ناقص خمسة إكس تساوي صفر، إذا نعمل إن إكس عامل لإكس ناقص خمسة تساوي صفر، إذا نفس الشيء، إذا إكس تساوي صفر أو عندنا أو إكس ناقص خمسة تساوي صفر، يعني إكس تساوي صفر أو إكس تساوي خمسة، إذا إكس ناقص خمسة تساوي يعني إكس تساوي خمسة، لأن مجموعة الحلول هي صفر وخمسة. إذا هذا رقم اللي فيما يخص التمرين رقم واحد، إذا ننظر إلى التمرين رقم اثنان، إذا هنا رقم واحد المعادلة والمعادلة الثانية ثم معادلتين، ننظر إلى التمرين رقم اثنان. إذا التمرين رقم اثنان يقول حل المتراجعة، إذا عندنا إكس زائد ثلاثة أكبر من اثنان إكس ناقص خمسة، إذا نرجع هنا إلى إكس، لأننا قلنا ثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس زائد ثلاثة، نتأكد من ذلك، ثلاثة إكس زائد ثلاثة، ثلاثة إكس زائد ثلاثة تكون اثنان إكس ناقص خمسة، إذا ثلاثة إكس هنا ناقص اثنان إكس أكبر من هنا ناقص خمسة، ثلاثة إذا ناقص ثلاثة، ثلاثة إكس ناقص اثنان إكس يعني هنا إكس أكبر من ناقص ثمانية، إذا مجموعة الحلول هي مجموعة الحلول هي الأعداد أكبر من، إذا مجموعة الحلول هي الأعداد الأكبر من ناقص ثمانية، إذا يمكن تمثيلها، إذا يمكن أن نمثل، إذا هذا هو الجواب، ولكن يمكن أن إذا طلب منا نمثل على مستقيم المدرج، إذا هنا لأن ناقص ناقص ثمانية، إذا مجموعة الحلول هي هذه الحلول، إذا هنا هذه هي مجموعة الحلول، لأن تكون مجموعة الحلول المطلوبة، لكن هذا غير مطلوب في السؤال، إذا ننظر إلى السؤال رقم ثلاثة، السؤال ثلاثة، إذا حل النظمة، إذا ننظر إلى الثالثة، إذا حل النظمة إكس إكس زائد اثنان إيكغريك تساوي أربعة، عندنا إكس زائد إيكغريك تساوي صفر، إذا عندنا هنا يعني عندنا إكس زائد اثنان إيكغريك تساوي أربعة، وهنا إكس تساوي ناقص إيكغريك، إكس تساوي ناقص إيكغريك، إذا نعوض هنا إكس بناقص إيكغريك، إذا ناقص إيكغريك زائد اثنان إيكغريك تساوي أربعة و إكس تساوي ناقص أربعة، و إكس تساوي قلنا ناقص إيكغريك، إذا ناقص إيكغريك زائد اثنان إيكغريك تساوي، يعني أنا عندنا إيكغريك تساوي أربعة، ناقص إيكغريك زائد اثنان إيكغريك تساوي أربعة، و إكس تساوي ناقص إيكغريك تساوي ناقص أربعة، إذا مجموعة الحلول إس هي الأحادية عندنا الزوج إكس تساوي أربعة وناقص أربعة، إذن الزوج أربعة ناقص أربعة، إذن إكس تساوي إكس تساوي ناقص أربعة عفوا وإيكغريك تساوي أربعة، إذن إذا قلنا بالتعويض ناقص أربعة زائد أربعة تساوي صفر، إكس تساوي ناقص أربعة زائد اثنان وأربعة زائد ثمانية تساوي أربعة، إذن هنا الحلول إس وعيد إس هي ناقص أربعة إكس تساوي ناقص أربعة وإيكغريك تساوي أربعة، إذن نمر إلى التمرين الموالي،
عندنا التمرين الثاني، التمرين الثاني رقم 4 في التمرين الأول، هذا التمرين رقم 2. التمرين رقم 2 لتكون F دالة الخط دالة التآلفية، إذا F دالة تآلفية، F دالة تآلفية بحيث F لـ2 يساوي واحد، F لناقص واحد، F لناقص واحد تساوي ناقص 2. ألف بين أن F لإكس يساوي إكس ناقص واحد، F لإكس يساوي إكس ناقص واحد، ب بين أحسب F ذو صفر، أحسب F de 0 J حدد العدد، حدد العدد الذي صورته العدد الذي صورته 3 ب F، 3 ب دالة F. إذن السؤال رقم 1 في التمرين الشق، بعد ذلك نجيب على 1 ثم نمر إلى السؤال 2. بين أن إذا نمر، إذا قلنا نجيب على السؤال الأول، أولا F لـ 2 تساوي إذا F دالة تآلفية، F تآلفية إذا تكتب على شكل F لـ يساوي AX زائد B، إذا F لناقص واحد، F لناقص واحد تساوي ناقص A زائد B تساوي ناقص 2، عندنا F لـ2، F لـ2 تساوي 2A زائد B تساوي واحد، إذا هنا نقوم بعملية الفرق الأول ناقص الأول ناقص الثاني، وهنا الثاني ناقص الأول، إذا ندير عملية الفرق، إذا نحل النجمة قلنا إذا 2A زائد B تساوي واحد، وناقص A زائد B ناقص A زائد B تساوي ناقص 2، إذا نقوم بعملية الفرق، إذا 2A ناقص ناقص A هي 3A، ب ناقص ب هي صفر، إذا تساوي واحد ناقص ناقص 2 هي واحد ناقص ناقص 2 زائد 2 تساوي 3، إذا أن أ تساوي واحد، وعندنا 2 أ، إذا 2 نعوض أ بقيمتها، قلنا 3 أ، هنا 2 أ زائد قلنا عملية الفرق الأولى ناقص 3 تساوي 3، أ تساوي 1، إذا ناقص أ، إذا نعوض ناقص أ زائد ب تساوي ناقص 2، إذا نعوض أ بقيمتها، إذا ناقص 1 زائد ب تساوي ناقص 2، بالتالي ب تساوي ناقص 2 زائد 1 تساوي ناقص 1، إذا المعادلة، إذا جريك F لx ستكون تساوي AX، AX إذا A هي واحد إذا X زائد B هي ناقص واحد، إذا السؤال رقم ألف، هنا ألف، إذا نمر إلى B أحسب F الصفر، B F ذو صفر، F لصفر تساوي صفر ناقص واحد تساوي ناقص واحد. جيم حدد العدد الذي صورته
ثلاثة بالدالة F. إذا نحدد عدد سرعته بالدالة F هو سرعته هي ثلاثة، يعني هنا Y تساوي إذا ثلاثة تساوي X ناقص واحد إذا ج، إذا ثلاثة يعني هنا X تساوي ثلاثة زائد واحد إذا تساوي أربعة، يعني إكس تساوي أربعة. إذا العدد الذي صورته ثلاثة بالدالة F هو إكس تساوي أربعة. هذا السؤال الأول. إذا نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني من التمرين. السؤال رقم اثنان. لتكن جي دالة خطية جي دالة خطية جي دو إكس تساوي واحد على اثنان، جي دو إكس تساوي واحد على اثنان إكس، واحسب جي اثنان، واحسب جي اثنان. إذا نحسب جي اثنان، إذا جي اثنان تساوي واحد على اثنان في اثنان تساوي واحد، ثلاثة ليكون المستقيم د والدلتا التمثيلين المبانيين، إذا د والدلتا التمثيلين المبانيين لي اف و جي، لي اف و جي في معلمين، في معلم متعامد ممنظر، او في جي. اذا المطلوب انشئ د و دلتا، د و دلتا. عندنا فليكس في التمرين الأول، فليكس تساوي إكس ناقص واحد، إذا هنا التمثيل قلنا بالنسبة لي دي، وعندنا جي إكس تساوي جي إكس تساوي واحد على اثنان إكس، واحد على اثنان إكس. إذا المطلوب تمثيل في نفس المعنى، عندنا هنا هنا اي جي دن اثنان دن واحد، هنا او هنا صفر، اثنان ثلاثة دن هنا اثنان ناقص واحد ناقص اثنان ناقص واحد ناقص اثنان. إذا نبدأ أولا ب هنا الدلتا، نبدأ بالدلتا لأن الدلتا عندنا إذا يمر من أصلي المعلم، من أصلي المعلم. إذا أعطينا إكس تساوي، إكس تساوي اثنان، إيكغيك جي دو إكس تساوي واحد، إذا عندنا نقطة اثنان ومن واحد، إذا المستقيم مرة من O، عندنا هنا المستقيم جي إكس، إذا هنا دلتا، دلتا هي واحد على اثنان إكس، إذا عندنا اثنان صار دي اثنان هي واحد، عندنا واحد،
وبالنسبة لـ O سعر الصفر إذا X تساوي صفر يعني جي دي إكس تساوي صفر. نمر إلى دي ناقص إكس عندنا F دو صفر تساوي ناقص واحد. إذا صفر تساوي ناقص واحد هنا و F لـ 2 تساوي واحد. إذا F لـ 2 إذا 2 ناقص واحد تساوي واحد. إذا F لـ 2 تساوي واحد. إذا المستقيم سيمر من هذه النقطة تقاطع بين المستقيمين. لأن المستقيمين يتقاطعان في هذه النقطة. لأن المستقيم D. إذا شكرا لكم على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله مع الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.